صباحك مرة ثانية علاء وصباح المشاهدين، وإحنا في هالفقرة اللي جدا مميزة لموهبة فنية اختصت برسم الكرتون. ألما البرغوثي اللي أبدعت بهالمجال هي طالبة في الصف التاسع بمدرسة الأزور الأساسية العليا. صباح الخير لك ألما، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، وإحنا سعيدين جدا إنك موجودة معنا اليوم، وسعدين أكثر نتعرف على هالموهبة. وأنا سعيدة بوجودي معكم حبيبتي. احكي لنا شوي عن موهبتك، متى بلشتي ترسمي وكيف نميتي هالفكرة عندك؟ أنا بلشت أرسم من الصف الأول تقريباً. كنت أخذ صور على جوجل وأصير أنقل فيهم صور كرتون وسلسلات وأشياء، صرت أنسخهم نسخ على الدفاتر الرسم وعلى الورق المخطط للدفاتر. ومرة على مرة ماما شافتني مرة وأنا أرسم فيهم، فاحتفظت لي في مجموعة منهم. بعدين صارت هي تبعت لي صور تحكي لي ارسمي هدول، جربي هدول، جربي غيري هذا الأسلوب، بعدلي هاي. وقد ما كررت بعض الرسومات كتير أتقنتها، وأتقنت عدة مراحل فيها، فصار عندي خبرة في رسم عدة أشياء للأنمي بسبب التطوير والرسم المتكرر لها. جميل. يعني امك لما كانت توجهك هي فعلا عندها ايضا موهبه الرسم؟ لا، هي ما عندها، هي بتاخذ النظره بس حسب ما بتشوف. حسب النظره عندها، اذا شافت انه ممكن الواحد يعدلها شوي وتطلع احلى بتحكي لي عدلي هون، امحي هاي الطرف، ظبطيها، غمقيها بهاي اللون، ظبطي الالوان هاي، اعكسي هدول تضليلها. وانت كنت تاخذي كل هاي الملاحظات وفعليا ترجميها على الورق؟ جميل. اغلبها كنت ارد والباقي اخليها على كيفي. شو ابرز الشخصيات الكرتون اللي انت فعليا؟ انا ابرز الشخصيات اللي بحب ارسمها اللي هي شخصيات المحقق كونان، اللي هو سانش وهيبار، وهدول الشخصيتين هم اكثر شخصيتين متقنه لرسمهم، وبقوم برسمهم بعده وضعيات واشكال مختلفه وبستعمل عده طرق فيهم. جميل، جميل جدا. طبعا انت الما مش اول استضافه لك على شاشه تلفزيون فلسطين، كنت بعمر 6 7 سنين. نعم. واليوم عمرك تقريبا 14 سنة. بعد هالسنوات فعليا كانت الاستضافة ايضا على موهبتك بالرسم بهذا المجال. اليوم بعد 4 سنوات 5 سنوات كيف حسيتي حالك؟ اتطورتي اكثر؟ عم تعطي اكثر؟ عم بتحاولي تنمي هالمهارة وهالموهبة بشكل اكثر؟ اتطورت كثير خلال هدول السنوات ونمتها بشكل كبير، وعدلت على كثير امور عندي، ظبطت عدة أخطاء كنت أقوم فيها في الرسم، وعدلت طرق الرسم اللي كنت أستعملها، طورت كتير فيها وأتقنت عدة شغلات جديدة، وبظن أنه بعد كم من سنة حيكون عندي تطور أكتر ورح أقدر أرسم الشخصيات بشكل أفضل إن شاء الله. وإحنا بنتمنى بعد كم سنة نستضيفك وتكون لوحاتك وصلت بشكل أكبر وأكثر لكل مكان، وحتى أنك توصل إلى مرحلة تشارك فيها بمعارض مهمة جدا. طيب شرحينا شوي عن رسوماتك يا ألما. في عندي مثل هاي الرسم اللي هون، اللي هي هاي الرسم رسمتها تقريبا في الصف السابع، ما بعرف اذا مبينه على الشاشه، اذا مبينه بشكل جيد. احكي لنا عنها هالرسمه. هاي الرسمه رسمتها بفتره الكورونا مع اول يوم للاغلاق، كانت طالعه هاي الرسمه عندي على اليوتيوب بالضبط، وكان مكتوب عليها عده عبارات زي انه خلصت المدارس وفرحه الطلاب في انه وقفت شوي. فانا هون رسمتها بس عدلت عليها شوي، يعني عدلت هون. ايش التعديلات؟ احكي لنا ايش التعديلات اللي انت اضفتيها لحتى تعطيها يمكن بشكل اخر. انا غيرت هون بربطه الشعر واسلوبها في اللبس. بس حافظت يعني على ملامح الوجه انها صغيره ومبسوطه في الاضراب او في الحجر اللي صار، الاغلاق اللي صار. وهذا تعبير عن مرحلة مهمة جدا بحياتنا، بحياة الطلاب. يعني هاي اللوحة ممكن أنت مستقبلا تعملي عليها إضافات لتعبري فيها عن هالمرحلة اللي كانت صعبة وقاسية علينا. أكيد رح أعدل عليها من وقت للتاني. جميل. وإيش كمان وفي عندك؟ عندي زي لوحات هاي من الأنمي. جميل، كيوت هاي كتير. إلها اسم؟ لا، هاي ما بعرف كمان إذا مبينة، بس يبدو أنها حزينة يا ألما، شكلها زعلانة مش كتير مبسوطة صح؟ هي لها علاقة في أحد الأنميات. هي بتكون دائما شديدة وبتخوف البطل فيها، فأنا رسمتها على الهالة اللي دائما بتطلع فيها. بس يبدو أنه أعطيتيها إشي داخلي من عندك، أضفتي عليها صبغة يعني الطيبة خلينا نحكي. جميل، لأنه مو مبين عليها شريرة بصراحة كتير. مش كتير. طيب إيش كمان عندك رسومات؟ في عندي زي هيك أشياء، هاي كمان جميلة. وهاي اللوحة يمكن أنا شفتها كنت من صغيرة بصراحة بشوف مثل هاللوحة، هنشوف فعليا هي بتعبر؟
هي هون بتعبر حسب هاي عن الحرية تبعت المرأة كيف إنها كانت تعبر. هاي رسمتها في يوم المرأة العالمي قبل كم من سنة في الصف السابع أو سادس هيك إيش رسمتها. جميل. طب اشرحي لنا عنها إنه كيف هاي الصورة أو هاي اللوحة بتعبر عن حرية المرأة. هلا هون عشان أنا حابة إنه بس تكون مبينة بالكاميرا بالعدسة. إذا تم تدقيق هون فهو بلاحظ إن هون في ملامح وجه مرأة. وهون هدول الأشياء بتيجي شبيهة في الأشياء اللي بتكون على الثوب الفلسطيني أو على الأشياء اللي دائما مشهورة فيها المرأة من الأدوات وغيره. فأنا هون استعملتها وظللتها بالفحم بقلم الفحم هون عشان تبين واضحة دائما وبارزة. جميل. دل يعني كمان لما رتبتها هون حرصنا تكون فيها شوية أناقة عشان تكون ترمز لأناقة المرأة بشكل تاني. جميل جميل. وهي أنيقة مثلك يا ألمة وجميلة مثلك هاللوحة. وهي كمان لوحة تانية كمان جميلة جدا. وهي عن شو عم بتعبر؟ هاي برضو بفترة الإغلاق رسمت. نعم. كان في مسابقة في مدرستي للرسم وكنت حابة كتير أشارك بإشي للأنمي مش شو واقع زي بقى البنات. فأنا قمت برسم هاي الرسمة. جميل. هي كمان يمكن حبيت فكرة الزهرات أو الوردات اللي موجودين بشعرها لهالبنت واللي يمكن بتعبر على إنه الربيع الجميل. هي كانت بفترة الربيع لأنه كانت في بداية شهر 4. والله إلي أنا على الرسم هيني عم بعرف أترجم اللوحات جيد. طيب نشوف كمان هاللوحة كمان عن شو عم بتعبر. هاي بأحد أفلام ديزني. صحيح. الجميل والوحش هاي. صحيح صحيح. جميل 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 جميل. إيش بدك تفرجينا كمان يا ألمة؟ جميل. وفي بعض اللوحات عم نعرضها عبر الشاشة. هاي نعم. هاي لفترة الكورونا كيف إن الأطباء بحاولوا دائما ينقذوا حياة الناس بس الناس بالإهمال تبعهم اللي كان في هذيك الفترة كانوا دائما متعرضين للإصابة بالكوفيد. هاي ابتكار منك ولا كانت وانتي نقلتيها؟ أخذ أفكار من عدة مواقع أجنبية إلها. دمجت عدة أفكار في بعضها منها الكرة الأرضية اللي تحتيها الفيروس أنها بتحاول تحمي البشر والدكتور اللي بحاول دائما يحمي المريض. جميل. ما بعرف أسأل زميلنا المخرج نضال إذا كان إذا في وقت أو مجال لألمة ترسم بقلمها. ما معنا للأسف وقت. لوين حابة توصل بها الموهبة ألمة؟ أنا حابة أتطور في الرسم هاي وأوصل لمرحلة رسم الوجوه رسم البشر بشكل واقعي ودقيق 100%. يعني عم حاول أتطور في هذا الأسلوب عشان صار عندي إتقان للرسم أرسم الشخص زي ما هو بالضبط على الواقع. فأنا عم حاول أطورها بشاهد عدة فيديوهات يوتيوب بحاول أتفرج على سكتشات على الإنستغرام بحاول أطبقها على الورق وفي منهم بزبط وفي منهم ما بزبط معي. جميل 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 جدا. ومثل ما ذكرتي أنه إذا أنت فعليا حابة تستمري أو تبدعي أكثر بهالموهبة بحاجة أنك يكون عندك تمارين أكثر تتدربي أكثر تستفيدي أكثر. أيضا ممكن تسجلي بمراكز جانب المدرسة كمان بدعمك بهال. طبعا عندي المديرة ماجدة المس ماجدة الفاري كتير دعمتني في مسيرتي في الرسم وكانت دائما تبعت لي روابط مسابقات للرسم تحكي لي شاركي في هاي جربي شاركي في هاي. يعني دعمتني بشكل كبير في الرسم. وفي المدرسة اللي قبلها اللي هي فيصل الحسيني اللي في معلمتين فيهم كتير دعموني اللي هم المس سمر سمارة ومس عبلة. كان هدول التنتين كتير دعم إلي في الرسم ودائما يعطوني صور يحكوا لي جرب أرسمي هاي طبقي على هاي لوني هاي بألوان معينة. كانوا دائما يدعموني المعلمات. جميل جميل. أنا بدي أشارك أنا. تفضلي. أنا بدي أشارك. أنا من عشاق الأنمي وحبيت كل الشخصيات اللي اشتغلتيها بس كنت بدي أسأل إنه كمان ممكن إنك تطوري هذه الرسومات لتصير كمان ديجيتال إنه أنت ترسميها ليكون عندك شخصياتك الخاصة. عندي شخصيات خاصة بس ما جربت أرسمها زي هيك. يعني احنا مثلا في ون بيس في عنا يعني هي كوبي إضافة. بس لا يعني حلوه بتعمل اضافه من منظورها يعني بتشوف الرسمه فعليا جامده زي الصوره اللي شفناها الوحش او الشريره هي اضافت عليها بعض التفاصيل لحتى تعطيها شويه. لا بس في عندها في عندها في عندها روح مثلاً حلوه مثلا الربيع هالمسابقه اللي انت بتشوفها فعليا بتتذكر الربيع. فهي هي الاضافات اللي حبت احنا تكون موجوده. بدنا جرأه اكثر بدنا ننطلق اكثر بدي شخصيه ألمة هاي بكره شوي يصير عندنا كرتون موجود فلسطيني لانه اليوم شخصيات الانمي الانتاج الانمي اليوم اكبر من انتاجات هوليوود في العالم. يعني قيمه الانتاج ورسومات الانتاج هاي كثير كبيره. فكل التوفيق لك. يعني هاي البدايات واحنا بدنا المشوار اللقاء الاول اجت كانت لسه بترسم في بدايات هي اللقاء الثاني صارت اقرب للاحتراف. اللقاء الثالث ان شاء الله بتكون ماخذ كاس العالم في الرسم ان شاء الله وبتكون عندك المهارات طورت بشكل اكبر واكثر ان شاء الله.
فخورين فيك يا ألما، يعطيك ألف عافية. يا ألما يعطيك ألف عافية، وأشكري أهلك على هالمساحة اللي كمان أعطوك إياها، ولأنه الواحد دائما لما يكون في حواليه حدا بيقيمه وبيطوره هدول إلهم كل الفضل.